مجددا يظهر اسم كاظم الحائري أحد رموز الصدريين ورجل الإفتاء لديهم. الظهور الأخير كان قبل ساعات من اعتزال الصدر السياسة مع إصدار الحائري بيانا أعلن فيه عدم استمراره كمرجع وذلك لأسباب صحية. الحائري كان أحد أبرز أساتذة مقتدى الصدر وتتلمذ بدوره على يد محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر، واتهم بيانه مقتدى الصدر بالاستغلال وعدم امتلاك هي صفة القيادة الشرعية في العراق وأنه غير مؤهل للاجتهاد أيضا. رد مقتدى الصدر جاء سريعا مشككا بأن البيان صدر عن الحائري نفسه وبقوله إن بيان اعتزال الحائري لم يأتي بمحض إرادته، مؤكدا أيضا أن المرجعية الأولى للشيعة ستبقى النجف وليس ولاية الفقيه في إيران، وهو ما يشير إلى أن إيران هي من فرضت أو كتبت بيان الحائري الذي يقيم في قم، وبالتالي فإن الخلاف واضح بين الصدر وإيران وميليشياتها.